السلام عليكم. سبحان الله، تحدث لنا مشكلة في العمل أو مشكلة عاطفية أو أي أزمة من الأزمات، فنحزن وننكسر ونيأس ونظن أن الحياة توقفت، ثم نفاجأ بعد فترة أن الله سبحانه وتعالى لم يقدر لنا ما حدث إلا ليعطينا شيء آخر تماما لم نكن نتوقع، وحينها فقط نتذكر أن الله وحده هو من يعلم ما فيه الخير لنا ونحمده ونشكره. فلنتذكر ذلك دائما ونحمد الله في كل وقت وفي كل حين. تبسم واشكر الله مهما حدث، فإن الله ما أشقى أحدا من عباده إلا ليسعده، وما أخذ منه إلا ليعطيه. يا مسألة أماكن، لابد أن يذهب شيئا، لأن هناك شيء أكبر وأفضل سيأتي مكانه. فإذا حرمت شيئا كنت تظنه خير، فاصبر واحتسب ولا تيأس، وتأكد أن الله سيعوضك بالأجمل. وإذا ذهب عمل أو شخص، تأكد من أن الله سيعوضك بالأفضل. إن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي قادر على أن يجعل لنا دائما مخرجا ويرزقنا بما يعوضنا من حيث لا نحتسب. فلا تيأسوا أبدا أبدا أبدا، والله يحفظكم ويحفظكم.